السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير صحيح لاباس. شوفوا اليوم راني جيت لكم بواحد الماسك اللي هائل. هانتوا شوفوا معايا، رائع وغادي تجربوه وغادي يعجبكم. ماسك اللي هو ندير ضجه في مواقع التواصل، وفي نفس الوقت راه مفيد، مفيد جدا. بعد تجربتنا ليه راه بان لينا الاثر ديالو بالنسبه للشعر. انت البنات كنتمنى لايكات 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 بزاف باش يطلع هذا الفيديو ويشوفوا كاع الناس وتعم الفائده. كنتمنى تبقاو متابعيني حتى لاخر الفيديو. بالنسبه للمكونات اللي عندنا، غناخذوا معلقه، جوج معالق ديال ذريه الكتان، غناخذ الماء، كاس كبير، جوج كيسان ديال الماء، وغادي نديرهم فوق العافيه. صافي غنخليه فوق الماء، فوق عفوا فوق العافيه حتى يغلى مزيان. وطلع ديك الكشكوشه فيه مزيان، ومن بعد غادي نقص عليه العافيه. هانتوا البنات كيف ما كيبان لكم، هاي بدات كتطلق داك الجيلاتين ديالها. شوف كيف ما كيبان لكم باش غتعرفوها، راه صافي طلقت داك الجيلاتين ديالها مزيان. غتبان لكم هاد الرغوه بقات كتجمع، بقات كتكشكش تكشكش مزيان وكتجمع الوسط. صافي من بعد ما بردات هاد الجيل ديال زرع الكتان، كيف ما كيبان لكم راه كتجي بحال هكا. هانت شوفوا شتي كيفاش كتجي، ولكن ملي كتكون سخونه راه كتكون جاريه شويه، غير كتبرد وكتقصح. صافي نتوما راك زرع الكتان راه عارفينها مزيانه، كتقوي الجلد ديال الفروه ديال الراس، فيها بزاف ديال المعادن والفيتامينات، الفيتامينات عفوا بحال النحاس، بحال المغنيسيوم، بحال السيليلوم، والفيتامينات راه مزيانه للزغبه ديال الشعر. وزرع الكتان راكم عارفينها كترطب الشعر، الشعر المجعد او الشعر الحرش الخاشن اللي كيكون متقصف، كتنعمو كترطبو مزيان، وكتحسن لينا المرونه ديال الزغبه، يعني الزغبه كتوقف على الصح وكتصحح، وكتخليه يكون اللون ديالو او سميتو كيكون بريق ديالو من داكشي، ما كيكونش باهت كيكون ناصع. وايضا راكم عارفين زرع الكتان راه كتساعد في التطويل بالنسبه للبنات اللي ما كيطواش لهم الشعر، بالنسبه للبنات اللي شعرهم عاجز، بالنسبه للبنات اللي الزغبه ديالهم كطوال في واحد القياس. راكم عارفين زرع الكتان راه كطول الشعر من داك الشيء، وراكم عارفين عاود ثاني راه كتحل المشاكل ديال الشعر بالنسبه للبنات اللي كيتساقط لهم الشعر، خصوصا البنات بالنسبه للعيالات اللي كيرضعوا داك الشيء، كتعالج لهم الفروه ديال الراس ما كتبقاش مصدره، وفيه الاوميغا 3 وفيه بزاف ديال الفوائد راكم ما غتعرفوا قيمته حتى غتجربوه. دابا غندوزو المكونات اللي غادي نضيفو على هاد الجيل ديال زرع الكتان. بين ما غسلت يدي صافي غنضيف ليه واحد جوج بيضات، غناخد غير المحل الصفر بالنسبه للبنات اللي شعرهم ناشف ناشف بزاف يديروا البيض والصفر، وبالنسبه للبنات اللي شعرهم عفوا بالنسبه للبنات اللي شعرهم ناشف يديروه غير صفر. ناخذ غير صفر نديرو، وبالنسبه للبنات اللي شعرهم دهني وعادي يمكن لهم يديروا البيض والصفر. صافي غنخلطو مزيان، خلطو مزيان مزيان. تيتجانس مزيان، صافي غنضيف لي عاوتاني واحد البنانه، غنمعسها مزيان مزيان وغنخلطها مع هذا الخليط الاول. راكم عارفين البنان راه عنده فوائد كثيره، كيحتوي على النشا وفيتامينات المغذيه للشعر، خصوصا الشعر الجاف ولا الشعر الدهني. مهم راه هو البنان راه مزيان للشعر، تيقوي وتيحد من التساقط. ناخذ الفرشه تانيس ونعسي البنانه،
من الاحسن تكون بنانه طيبه. اذا كان عندكم الميكسور يمكن لكم تخلطوا فيه هذا الجيل والبيض وهاد البنان وهاد المكونات كامله. نضيف واحد شويه ديال الزبده، واذا كان عندكم زبده الشيا او زبده الكاريتي من الاحسن. درت غير الزبده ديال البواطه، راه حتى هي راه عندها فوائد كثيره وكترطب الشعر وكتحيد منه النشوفيه. ونضيف لها ايضا واحد شويه ديال الزيت ديال اللوز، واحد شويه ديال زيت الكوك. وانت الا كان عندك الزيت ديال الطيب حتى هو ضيفيه. هاد الزيوت راه عندها فوائد كثيره بالنسبه للشعر، خصوصا البنات اللي كيكون شعرهم ناشف يديروا زيت الكوك وزيت زيت اللوز. زيت اللوز بالنسبه للشعر اللي كيكون متضرر من الطيبه، اللي كيكون متضرر من الكيراتين، يمكن ليها دير زيت اللوز، كيحد من هذوك داك التلف ديال الشعر. وزيت الكوك راه كيحيد النشوفيه. صافي. وبالنسبه للي ما عندوش هاد الزيت يمكن ليه يكتب لي بالزيت الزيتون، ولا يدير زيت الطياب، راه حتى هو زيت الطياب اللي كنطيبوا به بحال زيت الذره، بحال زيت نوار الشمس، ولا هو نيت راه زيت نوار الشمس هو زيت الذره. صافي. غنحاول نخلط هاد المكونات بجوج. شنو درنا هنايا؟ درنا الجيل ديال زريعة القحطان والبيض اصفر البيض. دابا غنضيف ليه هاد المكونات طون بحال هكا. يمكن ليكم تضيفوا واحد القطرات ديال الحامض باش نقصوا من ديك الزفوره ديال البيض، وفي نفس الوقت باش بالنسبه للبنات اللي الفروه ديالتهم كتكون دهنيه بزاف باش يحيد ليهم ديك الزفوره ديال الشعر، وكيعطي واحد البريق زوين للشعر، كيولي الشعر اللون ديالو لامع. صافي. غنخلط مزيان. هو من الاحسن قلت لكم البنات الا كان عندكم الميكسور، انا ما كنتوفرش عليه دابا، ما كايناش في الدار الميكسور، هو غادي يخلط لكم هذا الشيء كامل. قلت لكم بالنسبه اللي ما عندوش الحامض يمكن ليه يدير الخل. دابا بالنسبه حتى لهاد القشره هذه اللي كتكون في القشره ديال الموز، حتى هي غادي نقشروها حتى هي كذلك. الفيتامينات كيكونوا في القشور ديال الفواكه، حنا غناخذوها حتى هي. ولا كانت عندكم ميكسور يمكن لكم طحنوا حتى هاد الجلده هذه، راه فيها بزاف ديال المنافع، ولكن غسلوها بزاف، غسلوها مزيان من الدواء حيت كيكون فيه البنان الدواء. صافي. حنايا ما نخسروا حتى حاجه، ما نضيعوا حتى حاجه، كلشي في سبيل دوك الزغبات اللي معذبيننا، دوك الزغبات الحرشات، دوك الزغبات اللي مكردات، دوك الزغبات اللي سميتو باش يداوى الشعر مزيان. ها انت انا درت يدي، علاش؟ باش حيت ما عنديش ميكسور باش داك البنان يتخلط مزيان، بحال كتخلطي في شي كيك ولا كتخلطي في شي كاطو ديال دوازات. صافي. غندوز بحال هكا. ضروري البنات ما ديروا الخل ولا ديروا الحامض باش تنقص لكم من الزفوره ديال البيض. حتى بالنسبه للبنات اللي عزيز عليهم الريحه ديال القهوه يمكن ليهم يديروا نسكافي باش يهرسوا ديك الزفوره ديال البيض، حيت الريحه ديال القهوه كتبقى في الشعر زوينه. وصافي اختي، من بعد ما ديتي تخلطي هذا الماسك كطبقي لشعرك واحد 4 السوايع، طبقي الجلده ديال من الفروه ديال الراس حتى الاطراف، وغديري هاد الماسك. كلشي غيديروا بالنسبه للناس اللي كيعانيو من القشره، بالنسبه للبنات الصغار، بالنسبه للناس اللي كيعانيو من التقصف، بالنسبه للشعر المعالج، بالنسبه
البناء النساء المرضعات، يعني جميع شرائح ديال المجتمع يديروها، حتى الرجال بالنسبه اللي كيعانيوا من الجفاف وداكشي، راه كلشي دابا ولا كيعتني بالشعر ديالو، لا الرجال لا النساء، ما كنستثنيوش من هادشي الرجال، كلشي يتفرج، عيالات ورجال، وكلشي يطبق. صافي كطبقي على الشعر ديالك واحد 4 السوايع، وغديري اختي واحد الفيلم اليمونتير على شعرك، وغتخليه حتى يشرب مزيان، وتخلي ديك الزغبه تغلغل مزيان. وبالنسبه اللي ما كيبغيش فيلم اليمونتير، يمكن لك تاخدي واحد الفوطه سخونه تفزقيها بالماء سخون وديريها على شعرك، وصافي تخليه حتى ياخد حقه في الشرايب مزيان، وصافي وتغسليه، وتغسليه بالشامبو اللي كيوافق شعرك. انا كنصحكم البنات بالنسبه اللي شعرها، بالنسبه للبنات اللي شعرهم جاف، خاصها تمشي تاخد شامبوان جاف، ولكن تاخد الشامبوان اللي ما يكونش فيه لا صوديوم، يعني لا ملحه لا سيلفات، حيت هادوك كيأثروا على الزغبه ديالك. ما تقوليش غير الوصفات وشعري هو جاف، انت كتستعملي شامبوان اللي ما كيوافقش لك الشعر ديالك، كضري، كتداوي من جهه وكضريه من جهه اخرى. من الاحسن تاخدي شامبوان اللي غيتوافق لك مع الشعر ديالك، والماسك ملي ديري ديميلورش ليه مزيان. صافي، وها الوصفه ديالتنا كملات. والبنات، بالنسبه للبنات اللي ما مشتركينش في القناه، باش توصلكم وصفاتنا دائما، دعمونا بالاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد، والى اللقاء ان شاء الله.